حياكم الله يا أحبة مع الجزء الثاني من درس الدوال. أول قبل ما ننطلق في الدرس راح نسأل نفسنا ما هي طرق تمثيل الدالة؟ كيف نستطيع تمثيل الدالة؟ أستطيع تمثيلها واحد بأربع طرق بالجدول وشفناه في الدرس اللي راح. اثنين نستطيع تمثيلها بمخطط سهمي، مخطط سهمي. ثلاثة نستطيع تمثيلها من خلال المعادلة لما كوننا لها جدول وحليناها. وأربعة نستطيع تمثيلها من التمثيل البياني. التمثيل البياني لما عملنا إيش؟ اختبار الخط الرأسي. إذن أربع طرق لتمثيل الدالة. تعال نشوف أول شيء عندنا مثال. الحين حنشوف إيجاد قيم دالة. أوجد القيم الآتية للدالة: دال سين، دال سين يعني صاد، سالب 4 سين زائد 7. طيب عند 2 معنى هذا الكلام انه خذ 2 هذه حطها بدل السين هذه. طيب تعال نشوف شو بصير معنا. سالب 4 ضرب 2 زائد 7. طب هذا يساوي. الحين مين اولويات العمليات الحسابية؟ الضرب. بنعمل الضرب هذا اللي معنا. سالب 8 زائد 7. الحين سالب 8 زائد 7 إشارة الأكبر سالب، 8 راح منهم 7 1. إذن الجواب إيش هو؟ سالب 1. هذا هو الجواب الصحيح. طيب دال سالب 3 زائد 1 يعني خذ السالب 3 وحطها وين مكان؟ سين، وفي النهاية ضيف للمجموع 1 يعني طلعت سالب 4 ضرب سالب 3 بعدين زائد 7. انتهينا؟ لا، في عندي كمان هذه زائد 1 لحالها. حسب العمليات الحسابية عندنا الأولوية للضرب، هذا ضرب. طيب هذا يساوي 4 في 3 12، والإشارات قاعدة إشارات موجبة، إذن هي 12 زائد 7 زائد 1. طب 12 زائد 7 19، 19 زائد 1 20. كذا بنكون أوجدنا إيش يا أحبة؟ قيم أي دالة. طيب تعال نشوف الآن أول تمرين من تمارين التحقق. أوجد قيم الدالة دال سين اللي تساوي 2 سين ناقص 3 عند مين؟ عند الواحد، يعني شيل سين وحط بدالها 1 في الدالة اللي معك هذه، يعني هاي 2 هنا يعني ضرب، هذه ضرب وهنا 1 وهاي ناقص 3. طيب الحين مين مننفذ في الأول؟ مننفذ الضرب. طيب تعالوا نشوف يا أحبة، 2 ضرب الواحد 2 وهذه ناقص 3. طيب هاي الاثنين ما إلها إشارة، يعني إشارتها موجب. طب موجب 2 ناقص 3 إشارة الأكبر، إشارة الأكبر يعني إشارة الثلاثة، هاي سالب. ثم نطرح العددي الكبير من الصغير، 3 ناقص 2 1، هاي 1. انتهينا من الحل. هنا 6 هاي 6 ناقص هاي ناقص دال 5. آها، هنا أول حاجة بتعمل قوس كذا، يعني الناقص هذه للكل داخل القوس. طب الخمسة بتشيل السين بتحط بدالها 5، 2 ضرب 5 ناقص 3. تعالوا نحل ما داخل القوس هذا. أول حاجة بحل هذا. طيب هذا يساوي هاي 6 وهاي ناقص 2 ضرب 5 هذه 10 ناقص 3. هذا يساوي الحين هاي 6 هاي 6 وهاي ناقص القوس 10 ناقص 3 7. الحين إشارة الأكبر هذه موجب، هنا إشارة الأكبر إشارة سالب، 7 راح منهم 6 1، إذن الجواب سالب 1. طب دال سالب 1 زائد دال عند الاثنين، أول حاجة بتحل دال سالب 1 ثم بترجع بتحل دال عند الاثنين وبتعوضهم هنا. طب تعالوا لنطلع دال عند سالب 1، كم دال عند سالب 1؟ هاي دال عند سالب 1 يساوي عوضها في الدالة، 2 الضرب سالب 1 ناقص 3. منطبق الضرب 2 في سالب 1 سالب 2 ناقص 3. أيوة إشارتين متفقات، بنحط إشارة اتفاق ونجمع العددين 2 و 3 5. طب الحين دال عند 2، دال عند 2 كذا أحسن لك. منعوض هذه 2 ضرب 2، 2 ضرب 2 ناقص 3. الحين الضرب 2 ضرب 2 4 ناقص 3. طيب 4 ناقص 3 1. الآن ماذا نفعل؟ تعال لهنا، هنا دال هذا يساوي أول حاجة دال عند سالب 1 هي مين؟
سالب خمسة، هاي سالب خمسة. ودال عند اثنين هي مين؟ واحد، والإشارة موجب، هاي موجب واحد. طب شو الجواب يعني إشارة الأكبر سالب خمسة ناقص واحد أربعة، إذن هذا الجواب كله هو سالب أربعة، الجواب كله سالب أربعة. طيب تعال نشوف، أحيانا بيعطيك دوال غير خطية وبيقول لك أوجد قيمها. نعم نوجد قيمها، كله تعويض مباشر. إذا كانت دال تا تساوي اثنين تا مكعب، أوجد دال أربعة، خلاص هذه اثنين هاي اثنين، ومن قيمة تا ومنحط بدالها إيش؟ منحط بدالها أربعة، هاي ضرب وهذه أربعة أس ثلاثة. ماذا نفعل الآن؟ نطبق الأس، أولويات العمليات الحسابية ما ننساها. هاي اثنين ضرب، طب أربعة أس ثلاثة هي أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة، أربعة ضرب أربعة 16، 16 ضرب أربعة 64، 64 واثنين ضرب 64 128، وعندنا آلة حاسبة مسموحة لنا. طب هذا ثلاثة في دال عند تا زائد اثنين، دال عند تا ما أعطاني أي عدد، خلاص هنا تا بترجع بتعوض التا بالتا، يعني نفس الكلام. هاي ثلاثة أول حاجة، طيب مضروبة في إيش؟ دال عند تا يعني كل هذه اثنين تا مكعب سكرنا، زائد اثنين هاي زائد اثنين. طب بعدين خلاص ثلاثة ضرب اثنين ستة تا مكعب زائد اثنين، وكذا بيكون انتهى الحل. طيب نشوف ايضا، يقول لي طلع نفس التمرين، دال عند سالب ثلاثة ناقص دال عند مين؟ عند اثنين. اول حاجة منطلع مين؟ كل من منطلع الدال عند سالب ثلاثة ومنطلع ايش؟ الدال عند واحد. طب تعالوا نشوفهم الحين، دال عند سالب ثلاثة يساوي، عوض هنا بدال التا حط سالب ثلاثة، هاي اثنين وهاي سالب ثلاثة وهذا القوس تكعيب. طب هاي اثنين ضرب سالب ثلاثة تكعيب، هي سالب ثلاثة ضرب سالب ثلاثة ضرب سالب ثلاثة. أريحك في حاجة، لما بيكون عندك أس فردي يعني زي الثلاثة هذه فردية، وفي سالب يعود الأمر سالب، وثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة 27، والحين اثنين في 27 54، وقاعد ضرب الإشارات سالب 54، هذه أول وحدة يعني هذه هذه. طيب الآن الثانية اللي هي إيش؟ اللي هي دال عند واحد، دال عند واحد يساوي، بنرجع بنعوض في الدالة مرة ثانية، اثنين في واحد تكعيب، والواحد تكعيب هي واحد، اثنين ضرب واحد واثنين ضرب واحد هي اثنين، إذن جواب دال عند واحد هي كم؟ اثنين. تعالوا نعوضهم هنا الأجوبة كلها، الحين سالب هذا يساوي 54، هاي الناقص تنزل وهي 2، الحين هذا يساوي سالب 54 ناقص 2 هاي سالب، واجمعهم 56، سالب 56. بكذا يا أحبة الجزء الثاني من درس الدوال بنكون انتهينا منه، وإلى اللقاء مع تمارين تأكد.